النهاية إن هذا الصراع سيكون الضحية هو الشعب، فلا نريد للشعب الكادح الذي قام بثورتين متتاليتين أن يكون بيننا في هذا الصراع. نحن نمد هذا العون لكافة أبناء الشعب ومؤسسات الدولة. وألقي أيضا رسالة أخرى إلى لجنة الخمسين، حيث أنها تؤكد ما قامت به الثورات المتتالية على مكافحة الفساد، فلابد أن يكون الهدف الأول لها مكافحة الفساد، ولا تتأتى مكافحة الفساد إلا بنص دستوري يضمن للجهاز المركزي للمحاسبات الاستقلالية الكاملة التي تمكنه من أداء عمله. فهو الآن جندي بلا سلاح، والسلاح بيد لجنة الخمسين. إن لم تعطيها للجهاز المركزي للمحاسبات، اشهد الشعب عليهم وألقي عليهم الأمانة أنهم سينعموا بدولة غير خالية من الفساد إذا ما تم النص على المادة 202 في الدستور المعطل، وأبقوا عليها لجنة نظام الحكم كما هي حتى الآن وفقا لتصريحات مقرر لجنة نظام الحكم، فلن تقوم لمصر قائمة في مكافحة الفساد. أناشد لجنة الخمسين بكل حب أن تعي هذا الأمر. إن تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لهو الأمر الحادث الآن. لا بد أن نستفيد ليس فقط من المعايير الدولية، ولكن ما يحاك بالشعب المصري. فكان كل التهمة الوحيدة التي شككت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أن رئيس الجهاز معين من رئيس السابق الدكتور محمد مرسي. نحن نختلف اختلافا كليا وجزئيا في جزئية تعيين رئيس الجمهورية وتدخله في تعيين رئيس الجهاز، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في تقارير الجهاز وإهدار هؤلاء الأعضاء الكرام من أعمال قيمة واجهوا بها الفساد. فالجهاز المركزي للمحاسبات في خلال هذه الفترة خلال عام واحد أبلغ 186 تقرير إلى الجهات التحقيق المختلفة، النائب العام والأموال العامة والكسب غير المشروع. فماذا يفعل الجهاز رغم أن ما يتاح له القليل، سواء كان في الاستقلال أو في التبعية أو في النواحي المالية؟ فالأعضاء الجهاز يعملون في أشد وأحلك الظروف ولكن ينهون بهذا الأمر. وعندي مؤكدات ولدي مؤكدات لهذا الرأي، ليس فقط ما يتم من تجارب السابقين ومخالفتهم، ولكن أيضا المؤشرات الدولية والمنظمات الدولية التي يشرف الجهاز المركزي للمحاسبات ويفخر به الشعب المصري أنه رئيس اللجنة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأفروساي. وهذه المنظمة تضم كافة الأنظمة والأجهزة الرقابية على مستوى الإفريقيا، ويرأس أيضا اللجنة العامة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة في المحاسبة على مستوى العالم. وهذه المنظمة أنشئت عام 53 ولها توصيات محترمة آخرها، وتجمع 196 جهاز رقابي على مستوى العالم. معنى هذا أن الجهاز المركزي للمحاسبات فخر لمصر أنه يمثل مصر في المحافل الدولية. وقد أكدت هذه المنظمات على ضرورة استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات استقلالا فنيا وماليا وإداريا، وأكدت أنه لا يقوم بدوره على الوجه الأكمل إلا إذا تحقق له شرطان. الشرط الأول، لا يمكن أن يقوم وينجز أعماله بشكل موضوعي وفعال إلا إذا كان مستقلا عن الجهة الخاضعة لرقابته. فالجهاز يراقب على مؤسسة الرئاسة، ويراقب على السلطة التنفيذية، ويراقب على السلطة التشريعية والسلطة القضائية. فكيف يستقيم بالعقل أن تتدخل أي سلطة من هذه السلطات في تعيين رئيس الجهاز؟ وأؤكد للشعب المصري، وهي الرسالة الأخيرة، الشعب الذي تربينا فيه وفي هذا الوطن العظيم، أؤكد له أننا نبرئ ذمة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا آخر جهد نقدمه للجنة الخمسين. إذا أبقيتي وأعلنها من هذا المكان
إذا أبقيت على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز، أؤكد لكم يا لجنة الخمسين وتكون مسؤولون أمام الشعب أن سيكون الفساد ليس فقط للركب ولكن سيكون فوق الأعناق. والسلام عليكم ورحمة الله.